Photo Identification للبايبرين. هنا راح نستخدم هاي تي ار سي اللي فيها مادة السيليكا. هذه الورق راح نستخدمها نستخدم التبريد مال الورق اللي هي فيها صفة الادسوربنت الادسوربشن، يعني هي هاي المادة يسموها ادسوربنت ماتيريال، سيليكا جل اكتيفيتد كربون جرافيت، لان يكون ادسوربشن يعني مو ابسوربشن، هنا خلاص تصير ادسوربشن امتزاز يعني تتكتل. فهنايا راح يصير عندنا تو فيس اللي هي السولفنت اللي راح نستخدمه اللي يسموه موبايل فيس اللي متحرك، والستيشنر فيس اللي هو الموجود هنا السيليكا. هذه راح نقطعها يعني ما نشتغل بها هيك، ما راح نشتغل ان شاء الله يعني اذا لقوا الشاشه ما تجهز ورجعنا نشتغل على اساس نشتغل بيه، بس الشاشه مالته ماكو فما نقدر نستخدمها لانه اليوفي تضرب الشبكيه مالت العين ما حجاز من عينه. فهذه نقطعها شكل مستطيلات ونعطي كل جروب قطعه. بهاي الحالة ايش اسوي؟ انا اجي سولفنت، اجي بالبداية احضر الموبايل فيس اللي هو اي كحول، ميثانول كلوروفورم راح استخدم، دول الاثنين استخدم نسبة 50% و50%، يعني 5 مول اسحب من الكلوروفورم و5 مول من الميثانول. هذا بيكر للجروب كامل، وبعدين بيكرات صغار كل جروب انطي يعني ايش اسمه حجم معين يسحبه ويستخدمه. هنا شلون احدد البيس لاين اللي بالتي ال سي؟ اما تحسب سنتيم ونص تقيس من البوتوم وتسحب خط هذا البيس لاين، او انه انا ايش قد حاطط لك سولفنت تجي تحطه هيجي وتشوف تحط فوق السولفنت بشويه وتسحب خط، لازم السولفنت ما يطخ البيس لاين لان هو لازم يريد يصعد الماده. فبعدين انا عندي مواد اريد يعني ماده بسوي لها ايدنتيفيكيشن، وعندي مواد ستاندرد يعني هو مو فقط هاي يستخدموها انه هنايا بال شلون تعرف على الكلودات، حتى يعني بالادويه مثلا يجيبون براستامول ويجيبون مثلا اسبرين وماده الاخرى بدي اتعرف عليها اني. فالستاندرات اللي هي المواد المعروفه اللي انا اعرف صفاتها اعرف هي شنو هاي الماده اللي عندي، مثلا قلت لكم اسبرين وبراستامول وماده اخرى اللي انا اريد اتعرف عليها اسوي لها ايدنتيفيكيشن. فبالبايبت راح اخلي على البيس لاين نقاط، يعني شويه نقطه نقطه من كل ماده اللي هي الستاندر والماده اللي اريد اشتغل عليها. بعدين احط هيك راح تنحط يعني عادي تحطوها حتى لو ما اله داخل البيكر، واحطها بعد ما احركها وعندي غطاء اللي هو بتريدش اغطيه حتى لا يعني السولفنت لا يتبخر، اغطيه وعوفه. راح اشوف انه الموبايل فيس هو نفس السولفنت يبدي يمشي خلال الستيشنري فيس، يصعد يصعد يصير يوصل ثلثين، يعني مو الكبرات راح قلت لكم اقطعها ثلثين اسحبها بهاي الحاله اخليها تجف، ورا ما تجف راح احطها باليوفي كابينيت. قبل لا تجف انا اسحب خط احدد لي وين وصل عندي السولفنت، راح اقيس المسافه من البيس لاين لي وين مشى عندي السولفنت، يعني الخطين اللي انا رسمتهن هذا يمثل ايش قد مشى عندي السولفنت من البيس لاين حد ما انه انا عندي لي وين وصل الرطوبه بالورقه، هذا يمثل ايش قد مشى السولفنت، لانه بعدين احتاج انه باليوفي كابينيت اطلع ايش قد مشت عندي الماده. شلون اعرف؟ لانه اطلع الار، الار هو عباره عن ايش قد مشى الماده اللي انا اريد اقيسها على ايش قد مشى السولفنت حتى تتعرف على صفات الماده. فاستخدم هاي اليوفي كابينيت اذا جابوا الشاشه بس تقعدوا يوم تشوف هيك تكون الشاشه هنا منا يعني بقى من خلالها، لأن إذا ما هو شلون اليوفي راح تضرب الشبكية، لازم إنه أكو شاشة حتى منعدها من بعض. إحنا نحط هاي الورقة ورقة التي أس هناية ونسدها، أوكي؟ هذا المفروض إنه هو هيك إنه النقاط ما تبين وراه، أوكي؟ بس من يشتغل ما يصير يتحرك. أساسا إنه ما يشتغل. فهنا عندي أطوال موجية. عندنا 254 و200 و365، أول شيء أضغط على 254 وباقي الشاشة، تطلع عندي سبوتات تشوف النقاط، يعني شلون لون شلون مثلا عندك أصفر طلع تشوفها فرأسا أفتحها ويجي من بعيد أشرب بالقلم الرصاص على سبوتة حتى بعدين أقيس من البيس لاين اللي هو المكان اللي سبوتة تعرف ايش قد مشت المادة. وقد تطلع قد ما تطلع عادي، يعني مو شرط تطلع من يعني 254 مو شرط تطلع،
حطيتها قبل ما تطلع، اذا طلعت ايش راح تطلع منها؟ اكثر ماده مستخدمه يعني سبوتين ثلاثه حسب المادة. بعدين ارجع استخدم 365 هم معناتها اشوف السبوتات من خلال الشاشه واحددها بالقلم الرصاص، حدد مكان سبوتين، لان بعدين بتكون راح تميز من البيت الثاني اللي هو مكان سبوتات، انه قاعد قد مشي الماده اللي انا اشتغل عليها قد مشي. وانا عندي البدايه قايسه ايش قد مش السولفنت، فاطلع الار. هاي استفاد منها اتعرف على الماده، على خصائص الماده. مثلا اذا السبوته اللي حددتها بالجهاز ماشيه هوايه، يعني شنو معناتها؟ معناتها الافينيتي للتي ال سي مالتها قليله، الانتراكشن وياها قليل، لانه اذا هي ما تمشي هوايه معناتها رسم الماده تفاعلت ويا التي ال سي هاي بعد ما مشت، بس الماده اذا يعني تفاعلها قليل افينيتي قليل راح تمشي تبقى تصعد. اوكي؟ ها هي. اسبوع الاخر امتحان وما بي تاجيل، لانه يعني انتم كل اسبوع عند حصلكم يلا امتحان، ولا امتحان عندكم لحد هسه واحتمال المد مايتكم رمضان. لا بس اكو فاينل، سمعت الدكتور مصطفى قال اكو فاينل، هنا ذني الكوزات نجمعهم وبعدين اكو فاينل. شنو الكوزات؟ هي راح تصير درجه العملي 10 حضور والشغل اللي تشتغلوه والامتحان، فما اعرف يعني دوز احط على الحضور 4 والشغل 3 والامتحان 3، ما راح نمتحن ترى. ماكو مد اعتقد، يعني سالت البارحه قالوا ماكو مد، بس فاينل اكو يعني امتحان واحد هو تمتحنون انه بيه. فالحضور مهم ترى الطلاب. هي الماده اللي اخذناها اي كلها، بس خلينا نشوف انا الوقت هالفاينل هم يعود نشر لكم شغلات نحذف لكم شغلات. اي بس هالكروماتوغرافين هي باعتبار شو اسمه بروسيجر فما داخل. اي وقلت لكم البروسيجر ما تقروا، الادوات معفونه تقروا. هاي ورقه هم بالبدايه قلت لكم عليها اول محاضره الرايد. اي مرزالت. اي جماعة الثنين انت ثلاثة وجماعة الثنين بهاي الحالة شلون؟ امتحن ناس اعوف ناس؟ اي اوكي امتحنكم غير يوم وراها اسبوع وراها امتحنكم اي يوم مو الا بنفس اليوم. ليش امتحنكم الثنين؟ الثلاثاء لحنا ما لا بس يعني انتوا بس 3 ايام قدامهم بالاسبوع؟ شلون دلال؟ شلون دلال؟ الحمد لله.